يا اهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقه المميزة من مشوارنا الصباحي صحصح. اليوم رهف اقترحت علينا موضوع ما له علاقة بالحب ولا بالعلاقات، موضوع اجتماعي بحت. رح نحكي عن أصله وفصله، رح نحكي عن إتيكيت التعامل فيه، رح نحكي عن مواقف طريفة مرأت فيها وممكن تكون مواقف قاسية فيما يخص البقشيش. البقشيش بارح لقيت مقالة في مجلة سيدتي عن ثقافة البقشيش. احنا نضطر دائما ان نكرم الاشخاص اللي بيكرمونا والاشخاص اللي بيقدموا لنا خدمات مميزه، ولكن في بعض الاوقات يصبح البقشيش او البقشيش واجب وفرض على المستهلك، سواء بالمطعم، سواء بخدمات اصطفاف السيارات، سواء بالصالونات، باي مناسبه. اليوم فكر باي موقف انت بتواجهه او باي موقف انت بتتعرض له خلال اليوم، وفكر كيف كم من مرة بتتعرض لشخص عم يستنى منك أو عم ينتظر منك البقشيش. فإحنا اليوم رح نحكي عن هاي الثقافة، رح نحكي عن الأصل، ورح نحكي إمتى المفروض تدفع بقشيش عشان المستهلك والمتلقي أيضا يكون عارف. لأنه في بعض الأوقات وللأسف هذا صرنا كتير نشوفه، أنه مثلا نبدأ بالمطاعم، أنا لما يكون في بالمطعم سيرفيس فيز، بمعنى في مضاف على فاتورتي بدل خدمة، أوكي، معناته أنا مش المفروض أني أنا أترك بقشيش، مش مضطرة. ولكن لما هاي السيرفيس من قبل المطاعم ما بتتوزع على الويترية، بصفي الويتر لما أنت ترجع له الفاتورة فاضية، هو بتطلع عليك أنه شو هالزلم البخيل، معقول ما ترك لي تيبس، معقول ما ترك لي بقشيش. طبعا هلأ أنا بأحكي بأنه يعني البقشيش هو لا يعتبر رشوة بالمفهوم القانوني، وإنما في بعض ولا يعتبر طبعا جريمة يحاسب عليها القانون، ولكن مرات يأخذ شكل التسول أو شكل الابتزاز لإجبار الزبون إنه أنت بدك تدفع حتى تكون خدمتك أحسن. بالضبط. منلاحظ بأنه منروح على مطعم مرات منلاحظ بأنه هالويترية حوالين هالطاولة، منسأل مين فلان يا عمي، هل هو شخصية عامة، شخصية سياسية، زلمة كذا، بقول لك لا بس هذا بيدفع تبس منيح. بالضبط. فبالتالي هو صار معروف، بيستقبلوه من الباب وبيزفوه هو طالع وبيعاملوه أحسن معاملة. الشخص اللي ما بيدفع تبس هو شخص على هامش المطعم بيكون قاعد، حتى لو فاتورته تعدت 500 دينار، ولكن هو يعتبر شخص لا يعامل معاملة خاصة، ما بأهله بسهله. وبعدين لمعلوماتكم في ناس بيدفعوا تبس لأنه الدخلة زي دخلة العروس، في ناس بيحبوا الانتوراج، بس يدخل على مطعم الكل يهلل ويطبل ويزمر، فبالتالي التبس هي وسيلة حتى تصبح شخصا مهما، حتى لو ما عندك أي مؤهلات إلا 50 دينار اللي بتوزعها على الويترز. هلأ شوفوا، في بعض الأوقات بيكون زي ما حكينا البقشيش هو نوع من الإكرامية للموظف، البقشيش بيكون للحصول على برستيج معين وضجة معينة لما بتدخل على أي مكان. ولكن بيقولك في بعض الدول والثقافات العربية صار يعرف الكلاينت أو الزبون اللي رايح على الصالون، اللي داخل على الكراج، اللي رايح على المطعم، بأنه دخل الموظف الشهري قليل جدا، وأنه هذا الشخص بيعيش من البقشيش. يعني في كتير مهن اليوم موجودة بيكون راتب الشخص متواضع جدا، ولكن هذا الراتب بيجي قده مرة أو مرتين من البقشيش. فلما أنا كزبونة بروح عند شخص بكون عارفة بأنه راتب فلان متواضع جدا، أنا بدي أعطيه بقشيش عشان أعوضه عن هذا النقص. هون طبعا بدخل مبدأ التكافل الاجتماعي، بيدخل مبدأ أنه الطبقة الغنية تدعم الطبقة الأقل حظا، أو تدعم الأشخاص اللي بالطبقة العاملة أو الميدل كلاس. ولكن الفكرة بالموضوع أنه أنت لما بدك تعطي بقشيش لشخص لازم يكون طالع من نفسك. يعني إذا شخص مثلا أنا عمل لي شعري، حلو إذا أنا زبط لي شعري واعتنى لي فيه وأنا أبسطتني هاي الخدمة، أني أعطيه بقشيش من طيب الخاطر. في مرات كتير ناس صاروا حتى طريقة كيف
بيقدموا البقشيش لبعض الناس أنا بتستفزني. يعني أنا مش ضروري كل المطعم يشوف أنك أنت معطي الويتر 50 دينار، ومش بالضرورة تكون ماسكها بطرف إيدك. هو بالنهاية إنسان زيك زيه وما بيقل شأنا عنك، أنت انولدت ويعني وأوضاعك ميسورة وهو اضطر أنه يشتغل ويتر، فحتى لما بدك تبقششه بقشش باحترام بكرم بطيبة. هلا مزبوط اللي بتقولي رهف، واحنا على فكره حتى مرات بالنسبه لنا البخشيش او البقشيش او وات ايفر هو بدخل في ثقافتنا العاطفيه. احنا الشعوب العربيه شعوب عاطفيه بحته، وعندنا صفه المبالغه في المشاعر، فبالتالي مرات خجلا من نظرات الويتر بتصير بدك. يعني انتم كم مره شفتوا مثلا هذا المشهد في مطعم او في مكان، تيجي انت بتلفي مثلا العشر دنانير، يا زلمه خذ، يا زلمة افتح ايدك. ليش؟ اعتقادا منا بانه انا اذا بقششته على الفاتورة ممكن ما تطلع له. بالضبط. فاحنا بنصير بدنا نعمل الموضوع شخصي. مرة في صبية يعني فلبينية هي بتعمل بيديكي مانيكي، فانا عم نتحدث انا وياها وكذا، بتقولي والله يعني انا كتير مبسوطة، كان لها شهر بالاردن، انا كتير مبسوطة بالاردن لانه كتير الشعب الاردني كريم. فقلت لها جد كيف اكتشفتي هذه المعلومة؟ قالت لي هداك اليوم بالفور سيزنز واحدة عطتني 50 دينار وأنا بس عملت لها كالر. قلت لها لا هذا مش الشعب الأردني. لا هذا يعني هذا يعني فتفوتة من الشعب الأردني. هذا 1% بس خلصنا. قلت لها هاتي ليرتين. أغلبك يا خيتي ليرتين. هذا هو الشعب الأردني. طيب هلا شوفوا اللي يعني نادية دخلتنا بموت حلو على ما يخص البقشيش. أنا بدي أحكي لكم عن قصة يمكن 70% منا أو بلاش أقول 50% منا صايرة فيهم. بحاول أهون على حالي وأعتبر أنه مش لحالي، كنت الهبلة في هذا الموقف. في شخص بيترزق بوادي صقرة، يعني بالشارع هذا دائما واقف، هو مش فالي مرخص ولا شركة اصطفاف سيارات ولا ما إلى ذلك أبدا، هو بس مجرد إنسان بصف السيارات. وقف هو مرة في عجقة بنوك، عجقة شركات، فبدأ هو ينظم الحركة المرورية لحاله بشكل طبيعي وتلقائي وغير قانوني. فمرة هو شو بقول لي إنه إذا بتحب تصير تصفي أنا باخد 10 دنانير بالشهر. فأنا قلت له يعني أنت كل يوم تضمن لي مصف على باب الشركة؟ قال لي نعم. قلت والله تمام، دفعت له ال10 دنانير. تاني يوم بالضبط، تاني يوم يعني ما لحقوا يسخنوا بجيبته للزلمة، تاني يوم بوقف عمل حاله ما بيعرفني. أنا بنتحر لليوم كل ما أشوفه بقهرني. يعني كل يوم بقول يا رهف كبري عقلك، كل يوم بكون جعبالي أفتح باب السيارة وبضل أشوفه لهلأ، بكون جعبالي أقول له إنه أنت واحد نصاب. لا قولي له صراحة أي واحد ذكريني فيه تحت. بتشوفيه اللي له لحية أنزله. كتير ضايقني الموقف عن جد، حسيت حالي هبلة وحسيت وضحك علي. طب أتليست ثاني يوم سايرني يا أخي، وبعدين يعني أسبوع سايرني بعدين خطرشني. ما هو في ناس صراحة كمان ما بيقدروا إنه أنت هاي، يعني لا تخاف لقينا المفتاح. في ناس ما بيقدروا له في هاي الشغلة. أنا مرة كمان صار في موقف مشابه، واحد عمل حاله مش عارفني بس بموقف مختلف شوي. يعني أنا قاعدة بمحل والزلمة بعرف إنه متجوز عنده أولاد وفي حب وغرام وهيام، قاعد مع واحدة تانية. أنا لمحته من بعيد. هلا أنا أخلاقيا ما لهاش علاقة، هي يعني ذوقا مش لازم أعمل حالي شفته. فأنا هيك عملت، رحت عليه قلت له كيفك استاذ، شو اخبارك، اشتقنا لك والله، كيف المدام؟ طبعا اولها عمل حاله مش عارفني. قال لي، قلت له لا ما تعملش انه لقطتك وقنصتك، هلا بدك اسكت على السلافه ممكن. رهف عمل هيك طلع، قلت له يا رجل بتعرفي مره انا شو صار فيي موقف كيف هيك بعيد علىني بيطلعوا ونسوينهم طبعاً. وبفكروا حالهم انه لابس طاقية الاخفاء ما حدا شايفه. انا هذا بنروح على فكره، احنا مش قاعدين في بيوتنا في دورنا، يعني بنطلع وبنزور وكذا، نطلع لنا وضعنا. انا مره ايش كنا انا وبشار قبل الخطبه طالعين نتعشى، واهلي بيعرفوا لبشار عشيني، ويعني انا اموري قبل قانونيه. قبل الخطبه ثلاثه تتعشوا؟ يعني عادي عشاء بمطعم محترم امام بدون عيون الناس بدون ما يكون في علاقه رسميه لسه. طب خلص خلص حبيتها بس يلا الله بيعيرك شو بدك تعملي. يعني في يعني احنا مش محافظة اكثر مني. يلا يا ستي ما في مشكلة، بس انا بحترم كل الناس باختلاف يعني توجهات. شكرا. كم من مره طلعتي مع مروان قبل الخطبه؟ انا مروان شفته ليله العرس على الصورة. الصور هي كويس لذيذ. يلا لايك لايك. المهم يا ستي العزيزة بقول لك طالعين نتعشى انا وهالبشار. انا
وضعي قانوني طبعا، يعني انا مش عامله شيء غلط، انا مش شاكه بحالي. واذ به بلقطلك واحد قاعد مع وحده بعرفه انا منيح وبعرف مرته منيح، هو طبعا توتر واضطرب وهيك ومش عارف كيف بده يشرح لي انه هاي مين وكذا. بعدين بالاخر قام بشار على الحمام، فهو بده يعمل ريفرس سايكولوجي، بده يقلب الموضوع. فقال لي مجوة. شو رهوفه؟ قلت له شو فلونه، يعني فلان دلع فلونه. قلت له شو؟ قال لي بدنا نخبي على بعض. قلت له لا انا بالسليم، بس اذا انت بدك ما احكي صار. شوف المبدا، شوف المبدا، قال شو نخبي على بعض. بعدين لو تشوفيه لما اجى على الخطبه طلعت عليه وانا برقص، نفسي اعرف، طلعت عليه هيك اقول له مالنا فلونتي، انا بالحلال طقموت. ومرته كانت معه مسكينه تهز كمان فوق همها. شك شك شك. يا ريت. انا بحياتي بشكل عام ما بحب الاستغفال وما بحب الاجبار بشيء اختياري وكانه واجب. برافو عليكي، تمام. انا خد عيوني بس ما تستغفلني وما تتزاكى علي، لا بمصاري ولا بغير مصاري. يعني انا مثلا في موقف منتقد كتير بالنسبه لي، لما مثلا يجي شخص يساعدك مساعده ويقدم لك خدمه معينه هو يتبرع فيها، هو يتبرع فيها، لا انت المفروض انك انت تكرمي، يعني هي الاكراميه كمان، يعني هي انا بنظري هي تساعد في بنيان المجتمع وفي تماسكنا وانه قلوبنا على بعض مزبوط. والى اخره. ولكن مثلا انا ما معي فراطه، بضل واقف بقول له شكرا، بضل واقف او تعطيه مبلغ ما بعجبه طبعا، فبيبين لك امتعاضه. وهي للاسف صايره حتى بالشحده، مزبوط، يعني بظاهره التسول. اولا المتسولين صاروا يوقفوا عند الاي تي ام عشان يحرجوك، طب انت شو إلك علي؟ لو انا ساحب مليون انت شو إلك علي؟ بالضبط، انا بنت بشتغل وانا بنت بشتغل. وفي منهم بيعبروا بشكل لفظي عن امتعاضهم انه هسه هذا اللي طلع معك كمان فوق حقه لقه. بعدين انا مثلا يعني شوفي المشكله لما انا اذا انا قررت اني بدي اعطي سيارتي فالي، المفروض اقرا التسعيره مثلا دينار ولا مكتوب على الكارت دينارين ولا مكتوب 3 دنانير لنفترض. هلا اذا انا اعطيته للسياره ووافقت، يعني فكره اني انا اعطيتك السياره معناته انا موافقه ادفع لك قيمه المبلغ. مزبوط. اوكي. هلا لما انت تتبرع وتقول لي بدي اساعدك بالشنطه، انا ما طلبت هاي المساعده. انا مثلا مرات كثير بتصير فيي بالمطارات برا، حرام مش بمطار الملكي عليا، عن جد بدول عربيه مجاوره، بنط لك طب انا ما بدي مساعده، فهو لا 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 يا عمي انا شنطتي صغيره انا بحملها. هلا انا مش من مبدا لانه ما بدي اعطيه مصاري، بس انا بقول لك هذا الاجبار، هذا الاجبار ما بحب اختراق الخصوصيه. التطفل انا ما بحبه. في مرات الواحد بصير يبعد عن اماكن معينه لانه الصالون بضغطه ولا المطعم بضغطه. انا هيك يعني هون مثلا شوفي ندوشتي بهاي المقاله موضحين شغله. بيقول لك حسب السياسات العالميه او حسب البروتوكولات، عفوا مش سياسات، حسب البروتوكولات العالميه والاتيكيت، المفروض انه انت بالمطعم مثلا تدفعي للنادل او العامل ما يقارب 10% من القيمه النهائيه للفاتوره، والمفروض انه ما يكون في سيرفيس تشارج على الفاتوره، يعني ما في بدل خدمه للمطعم طبعا. اوكي، بيكون البقشيش يوزع على الويترز بالمكان. حلو. بالفنادق بتدفعي للعامل اللي بينقل لك وبيرفع الحقائب. مزبوط. مش للريسبشنست. انا هاي جديده، في كتير ناس صاروا يتركوا تيب مثلا، بتطلع لك فاتوره الروم سيرفيس لنفترض، بتركوا للريسبشنست. في ايضا عندك البواب اللي هو بيفتح لك الباب بالفنادق بدخلك، هذا مش غلط انه الواحد يكرمه. الحلاق دائما في صالونات الحلاقه لازم البقشيش، حتى لو انت مثلا بدك تدفعي، عاده ما بندفع لصاحب المكان ولكن يدفع للموظف اللي بيعمل لك شعرك داخل المكان. واو. عرفتي كيف؟ عامل النظافه بالشارع يمكن اعطائه مبلغ بسيط. بيقول لك ايضا عامل محطه الوقود في بعض الدول يدفع له 10% من فاتوره تعبئه البنزين او الوقود، احنا ما عندنا اياها. لا احنا هي مش موجوده عندنا. بعدين رهوفه وانا عم بقرا بباريس التيب مش اجباري. لا مش اجباري، مش اجباري. هم بنصدموا لما تتركي، لما تتركي صح، هون اذا بتحطي ليرتين هون ليرتين بتجعش بطنك قبل ما تطلعي. هلا شوفوا بدي احكي لكم شغله بس على سيره البقشيش، بعرف انه يمكن داهمنا الوقت. في شخص بمدينه بيتسبرغ اظن كان يلمع احذيه، تمام، وياخذ 5 يورو على كل حذاء. قطع عهدا على نفسه لأنه هو كان يقوم بهذه الوظيفة بالمستشفى للأطفال. قال أي شيء فوق 5 يورو أنا رح أتبرع فيه.
انتهى به المطاف متبرعا ب 200 ألف يورو للمستشفى. فأنا فكرتي زي ما قالت مرة لما استضفنا الست نسرين قطامش، قالت نعم. بأنه في ناس هم فعليا مش لاقيين وضعهم الاقتصادي على قده، ولكن لو بتيسر لهم 10 قروش بتبرعوا فيها لصندوق الخير، وهي قمة الكرم. هذا قمة الكريم الكرم. اللي بيعطي من القليل مش من الكتير. وإحنا كأردنيين معروف عنا، يعني إحنا تعاطفنا مع بعض يشهد له العالم. المشكلة اللي صرنا عم نلاحظها مؤخرا بأنه ونادي حكت عن هذا الموضوع ببداية الحلقة، موضوع أنك تصير تقدم البقشيش لأشخاص بالعادة لا يقدم لهم البقشيش، فهم يصيروا يعتقدوا هدول الأشخاص بأنه هذا حق مكتسب. فلما يجي شخص تاني، هلا لنفترض واحد مقتدر دخل على اوتيل معين، اعطى اللي بيستقبله البواب، بعدين اعطى اللي حمل له الشناتي، بعدين مثلا قدم للهاوس كيبينج، راح عند الريسبشنست فاتورته لنفترض 150 دولار، ترك لها 200 دولار. فبتصير هاي الريسبشنست موظفه الاستقبال تعتقد انه كل زبون لازم يعمل نفس الشيء، برفع المعايير يعني انا مثلا صرت الاحظ بصالونات المانيكير باديكير، انا عاده مثلا بعطي دينار كل بنت عملت لي ريسنتلي، صرت بنتبه حوالي في ستات بيعطوا دينارين وثلاثة وخمسة أوكي. فأنا صرت أستحي، أنا رهف اللي أنا عارفة أنه هو مش فرض لازم أنا دافع على الصالون، بس أنه صرت أستحي وستقول لا إذا هيك عيب معناته هم رح يحكوا علي طبعا أنه يعني مثلا إنه مش كريمة أو ما يزبطوا لي الله عليكي، بصيروا يعملوكي معاملة مختلفة. رهوفة شوفي أنا يعني بقول بأنه بناء على موقف هلأ اتذكرته، أم صاحبتي مرة جابت عاملة منزلية يعني بتشتغل عن طريق المياومة عشان تساعدها بتنظيف المنزل لأنه كان عندها عزومة. تمام. هاي العاملة كانت حامل بشهرها السادس واشتغلت شغل خرافي، فهي بتاخد على الساعة كأنه 3 دنانير. المهم طلع مجموع شغلها كأنه 18 دينار، فقامت الست أعطتها دبل كمان 18. فبتقوم بنتها بتقولها ماما انت ليش هيك عملتي؟ بالعادة اذا بدك تكرمي شخص تعطي يعني انطارت 5 دنانير. قالت لها بانه انا بتعامل مع موضوع الإكرامية بشكل انساني، ما في قواعد ثابتة. انا شو شعرت بهاي؟ انا حسب استثنائية ظرفها، هي بالزبط. حامل واجتني وساعدتني وما تأففت، فانا رح اعطيها صح. الاشي الذي تمليه علي نفسي استيحاء من هذا الموقف. فعلا ما في قاعدة ثابتة، انت بدك تعطي يا عمي وبدك تكرم، حسيت بانه ظرف فلان صعب، حسيت بانه فلان بحاجة. انا هيك باي ذا واي صح. ما في قاعدة انه انا لازم اخصم 10 و15%. انا بحس انه هو نابع، ما بدك تعطي، انت حر كمان، انت اذا دافع اللي عليك قانونيا ما حدا بيجبرك طبعا، انسانيا يعني المفروض يكون في تعاطف معين. أنت في حطوا استفتاء على موضوع حلقتنا لليوم، بتدفع بقشيش نعم أم لا؟ 54% قالوا نعم و 46% قالوا لا، نسبة كبيرة اللي ما بدفعوا بقشيش فيها الأردن، 46%. غريب والله، غريب والله، ما تخيلت. بدنا نرجع نبارك كمان مرة لعمان تي في، صفحتنا على فيسبوك 1,000,000 متابع، شكرا لكم، 1,000,000 شكر ومليون كلمة حب ومليون كلمة تقدير، واعملوا سبسكرايب على يوتيوب عمان تي في عشان تشوفوا اللي راح عليكم من حلقات سابقة، وإذا بتحبوا تضلكم هيك تحضرونا نبسطكم نضحككم افتحوا على اليوتيوب. رهوفة في شخص هو عاشق للبامية، لقى بامية زاكة في مطعم أمريكي بالعاصمة واشنطن، تمام، قام دخل تناول وجبة البامية عجبته، فاتورته 93 دولار. تمام، بامية ب 93 دولار، الله لا يطرح لهم واشنطن بقوله. دفعهم، الله لا يطرح لهم البركة. 93 دولار، تعال بعمل لك طنجرتين بامية وأنا ما بعرف، شوف بتعلم. شوف هو شو عمل شو عمل، دفع منقول لك 93 دولار، بعدين حط 2,000 دولار، 1,000 للشيف، 500 لصاحب المطعم، و500 للنادل، وكتب شكرا على طبق البامية اللذيذ. حلو حلو، أنا بحب الناس إذا مقتدر هالقد، يعني واضح إنه مقتدر هالقد. روح تبرع فيهم يا أبو بامية. بس ما هو حرام برضه، هاي تبرع أنا بحسها. يعني أنا بالضبط هذا قصدي، تبرع للشيف رهوف، بتعرف أنت الشفات ما شاء الله، هلا علي غزاوي مكسر. ما أنا نسيت حبيبنا علوش، مكان متواضع. بتعرفوا أنا ليش قصدي تبرع؟ قصدي مرات هلا في ناس عندهم خلينا نقول الإمكانية والميزانية إنهم يخصصوا
تبرعات سنوية، سواء لدراسة أو لتدريس مجموعة من الطلاب والطالبات، لمستشفيات، لجمعيات أيتام، لجمعيات دينية، يعني عندهم هاي الإمكانية. هلأ في ناس بيقول لك يا عمي أنا ما بقدر أرتبط بهيك مبالغ وما بقدر تجبرني كل سنة، ما بعرف السنة الجاي شو وضعي. فبحس مرات أنه يعني الواحد حسب نيته. إذا أنت مثلا بهاي اللحظة حسيت أنه هذا الويتر مسكين ومحتاج وقدمت له مبلغ، هو مش بس مقابل الخدمة، هو برضه تبرع منك. عرفتي ايش قصدي؟ يعني مثلا انا بعرف انه زميل لنا بالشغل، خلينا نقول، عم بمر بضائقه ماليه وعنده ظرف انساني صعب وبحاجه لمبلغ معين، اذا انا اعطيته اياه وما بدي اياه، يعني مش دين، انا عم بعطيك اياه وما ترجع ترجع لي اياهم، هذا برضه تبرع. مش دائما التبرع بيكون بس لحالات انسانيه غريبه عنا، القريب برضه بتقدر تتبرع له. في ناس حوالينا فعليا بيكونوا يعني بيكونوا بحاجه، فاحنا ممكن نقدر انه نساعدهم بمبلغ حتى لو بسيط، وهو يعتبر نوع من التكافل الاجتماعي. أنا مبسوطة أن الموضوع كان مختلف اليوم، إحنا تفاعلنا معاكم بطريقة مختلفة، ونشكر كل اللي تواصلوا معنا على فيسبوك، في كتير تعليقات وكومنت. ويعني رسالتنا الأخيرة بأنه إذا أنت ربنا معطيك أعطي اللي حواليك، يعني أنا معاكي مليون بالمئة، الناس بتستاهل، وإحنا كأردنيين معروفين بالكرم والطيبة وأخلاقنا عالية ومنحس ببعض. أنا معاكي مليون بالمئة. هداك اليوم قريت شغلة كتير لطيفة على سيرة هذا التكافل الاجتماعي، بقولك يا رهف بفلسطين كيف مرات بقولوا لبعض تصبحي على خير، كيف تصبحين على وطن. يا رب إن شاء الله يا رب تصبحون جميعا على وطن، يا إخواننا الفلسطينيين، على وطن أنتوا تكونوا فرحانين فيه وتحسوا فيه بالأمان. هذا الوطن بحاجة إنه إحنا نمسك بإيدين بعض ونضم صوتنا لصوت بعض حتى نرتقي به. فاصل ونعود. صح 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 صح